أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الأعزاء في برنامجكم أقرأ ورقة على قناة مأتم المرخ الذي تشاهدونه ضمن البث المطول في منصة اليوتيوب. عن الإمام زين العابدين عليه السلام قال: عليك بالقرآن، فإن الله خلق الجنة بيده لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وجعل ملاطها المسك وترابها الزعفران وحصاها اللؤلؤ، وجعل درجاتها على قدر آيات القرآن، فمن قرأ القرآن قال له: اقرأ ورقة، ومن دخل منهم الجنة لم يكن أحد في الجنة أعلى درجة منه ما خلا النبيين والصديقين. نرحب بكم مرة أخرى، معكم السيد عمار الموسوي، أحييكم من المرخ، وأرحب بضيفنا الكريم الأستاذ محمود الإسكافي القارئ الدولي. أهلا بك عزيزي. وحوارنا هذه الليلة في موضوع المقامات القرآنية، ونذكركم بأن بإمكانكم عرض تلاوتكم بالاتصال على الرقم الظاهر في الشاشة، وسيظهر تباعا إن شاء الله خلال حوارنا هذا أسفل الشاشة. محمود سلمان علي الإسكافي، مواليد 1988، عمره 32 سنة، حاصل على بكالوريوس رياضيات من جامعة البحرين، عمل مدرس رياضيات لمدة 6 سنوات، والآن هو المشرف على مركز جمعية الذكر الحكيم. شارك في العديد من الأمسيات والمسابقات القرآنية في البحرين والقطيف وعدد من الدول الإسلامية. استطاع من خلال هذه المسابقات تحقيق المراكز الأولى ببعض منها، وأبرز إنجاز كان تحقيق المركز الثالث بالمسابقة الدولية بطهران عام 2012 ميلادية. نرحب به مرة أخرى أخا عزيزا، وكانت له مشاركات كثيرة في المرخ، في مأتم المرخ. من خلال هذا الحوار سنطل إطلالة سريعة، غيره إن شاء الله سيتم استضافة متخصصين كذلك في مثل هذا البرنامج عن المقامات القرآنية، وسنستفيد استفاضات أكثر في مجال القرآن ومقاماته. فما هي المقامات القرآنية؟ وما هي أنواعها؟ وما هي فوائدها والمفاتيح؟ وسنأخذ تطبيقات، وثم سنذهب إلى اتصالات المشاهدين لنعرض المقامات والتلاوات إن شاء الله مع القارئ الدولي الأستاذ محمود الإسكافي. أهلا وسهلا مرة أخرى. في البداية حدثنا عن بداياتك في مجال القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. بداية أشكر لكم هذه الاستضافة الكريمة، ونبارك لكم والمشاهدين شهر رمضان المبارك، أعاده الله إن شاء الله علينا بالخير. بالنسبة إلى بداياتي في مع القرآن الكريم، اسمح لي أن أقسمها إلى 4 مراحل باختصار عشان يكون كل النقاط واضحة إن شاء الله ومختصرة. في البداية المرحلة الأولى كانت مرحلة التشجيع ومن الأهل والأقارب، وكانت البداية في هذه المرحلة تقليدية اعتيادية، مثلي مثل غيري في مجالس الذكر في شهر رمضان المبارك الذي نحن فيه. وأذكر هذه المرحلة عندما كنت في مقتبل العمر في سن 7 أو 8، لا أذكر بالضبط، ولكن البذرة أو الشرارة كانت باصطحاب الوالد حفظه الله لي إلى المجلس الذي كان ملتزما بالتلاوة فيه. طبعا لشهر رمضان فضل عليك يعني. أكيد، وكذلك للمجلس الذي مجلس عبد الهادي بن شرار في السنابس، ما شاء الله ترعرعت في هذا المجلس منذ صغري ولسنين كبيرة. الله يعافيهم. في البداية كان الوالد يصطحبني، هذه بداية. ثانيا بدأ
بالتطور بليالي الختم، ليالي ختم القرآن، من المعروف الحضور يكون أكبر أكبر، ويكون قراءة قصار السور، فتكون مناسبة إلى الأطفال. لطيف. فكان الوالد يشجعني إلى تلاوة هذه قصار السور أمام هؤلاء الحضور، وكانوا من كبار السن. في عمر كم خاصة؟ في عمر السابعة أو الثامنة، ما شاء الله. يعني في، خلنا نقول، في صف الأول أو صف الثاني، إذا كنا نحسبها على المراحل الدراسية. زين، المرحلة الثانية. فبها انطلقت، والمرحلة الثانية كانت بداية الانطلاقة بعد أن أخذت ثقة من هذا المجلس المبارك. فكنت معروفا في المنطقة وفي المدرسة وفي المشروع تعليم الصلاة بأن محمود قارئ جيد للقرآن، كانوا يشركونني في الأذان، في التلاوات. ولحد الآن ما درست أي دراسة؟ دراسة القرآنية. دراسة قرآنية ما بقول إني ما درست، ولكن يمكن ما كنت درستها دراسة منهجية، ولكن في الأخير حصلت على شهادة. يعني لطيف. في المرحلة الثانية؟ لا، ليست في المرحلة الثانية. تمام. المرحلة بعد الثانية. المرحلة الرابعة، بعد بداياتي كلها. يعني زين، في المرحلة الثانية من بداياتك. المرحلة الثانية مثل ما ذكرت هي بداية الانطلاقة وبداية المشاركات في المنطقة. لطيف. في مشروع تعليم الصلاة، وكذلك في المدرسة المعلمين ملمين بأن محمود قارئ جيد، فشركوا في الطابور، في الإذاعة. نعم. فهذه كانت المرحلة الثانية. الثالثة. المرحلة الثالثة كانت بداية الظهور في الساحة القرآنية أو في الفعاليات القرآنية، وكان أبرزها حينها مسابقة الذكر الحكيم، أذكر السابعة. سنة كم تذكر؟ سنة 2006 أعتقد. ما شاء الله. كنت يمكن عمري 17 أو 18 سنة. لطيف. شاركت في هذه المسابقة كأول مسابقة أشارك فيها، واستطعت أن أتأهل إلى النهائي من أول مشاركة، وسط ذهول من أصدقائي كذلك وأقربائي، لأن ما لم يعهدوا بمستواي كان بهذا المستوى. المستوى يعني. كانت مفاجأة. يعني كنت أحضر يعني وطلعت يعني. المرحلة الرابعة. فالمرحلة الرابعة بدأت بعد مسابقة الذكر الحكيم السابعة باحتضان جمعية الذكر الحكيم التي لها الفضل الكبير في بروزي، وخاصة بعض الأساتذة من أعضاء الجمعية كالأستاذ أحمد رضي أبو قاسم الذي احتضنني أولا، وهناك العديد من الأساتذة لا يسع المجال لذكرهم، ولكن بالذات الأستاذ ووالدي جزاهم الله خير رضي أبو قاسم احتضنني للمشاركة في الأمسيات والمشاركات. وكانت هذه المرحلة، هذه المرحلة الرابعة والثالثة. الرابعة. كان نتاج هذه المرحلة الرابعة بأن الأستاذ أحمد رضي أبو قاسم نصحني بالمشاركة في مسابقة دولية. تمام. ورحت المسابقة الدولية. ورحت المسابقة الدولية. نروح للسريع الشهادات اللي نرتفي القرآن الكريم. سريع. الشهادات بشكل سريع، مؤخرا يعني في عام 2018 حصلت على شهادة التلاوة مصدقة من وزارة العدل والشؤون الإسلامية، وكذلك بعدها بسنة شهادة علم التجويد أيضا من وزارة العدل. تمام. بدايات تعرفك على المقامات القرآنية وكيف تمكنت من إتقانها؟ طبعا كبداية أنا ما كنت أعرف المقامات، وكنا نقرأ قراءة عادية مثل الختمات السليقة. أي نقرأ بالأداء المتعارف، نسمع نقلد، نسمع مثلا قراء على سبيل المثال محمد صديق المنشاوي. تمام. ونقلد اللي ترتاح ليت تقلد. أي يعني، وحتى كنا يعني أنا وأحد الأصدقاء أو أحد الأقرباء نتناقش في أداء المنشاوي، ونقول إن هني الآيات كانت إحساسها حزين، هني بالعكس الإحساس فرح. يعني تستشعرون، كنا يعني نستشعر الإحساس بس ما نعرف وش هو هذا شنو المقام. خلنا نروح، ما هي المقامات القرآنية؟ المقامات يعني مثل ما ذكرنا هي أحاسيس يعكسها القارئ إلى المستمع. هذا يعني تعريف عام، ولكن إذا جينا إلى التعريف الأكاديمي أو الخاص، بأن المقام هو عبارة عن جملة لحنية تتكون من عدة طبقات تترتب بطريقة معينة فينشأ من خلالها هذا المقام. يعني أنا مجرد أني أغير في هذه طريقة تنظيم هذه الطبقات راح ينشأ لي مقام،
وحتى في نفس المقام نفسه إذا غيرت شيء بسيط راح ينشأ لي مقام فرعي من هذا المقام. طبعا يعني وفي المشاعر مرة تبكي مرة تضحك مرة تبكي مرة تؤنس مرة هناك حنانا وعطف وهناك ندم وهناك شجن وهنا هذه الأحاسيس تترجم من خلال هذه المقامات. لطيف، أحسنت حضرة الأستاذ، ونذكركم بأن بإمكانكم عرض تلاواتكم من خلال هذا البرنامج على رقم المأتم أسفل الشاشة. أعزائي ما زلنا في حوار مع الأستاذ محمود الإسكافي، ونذهب إلى السؤال الأخير قبل أن نصل إلى الفاصل، كيف أتعلم المقامات؟ طبعا أنا الآن أقرأ قرآن، والكل قاعد يقرأ قرآن، صحيح. واليوم تقول لي المقامات، وش المقامات؟ أنا قاعد أقرأ، مرة أسمع المنشاوي أتأثر بلحن ماله، مرة أسمع عبد الواسط أتأثر بلحنه، كيف أبغى أتعلم المقامات وأنت قاعد تقول لي أحاسيس ومشاعر؟ صحيح. طبعا بعض يخلط هنا أن إذا يتعلم المقامات معناته يتعلم فنيات التلاوة. طبعا التلاوة هناك تدوير، هناك تلاوة مجودة ولها فنون، وهذا علم آخر وبحر آخر. ولكن بالنسبة إلى الألحان والمقامات هذا شيء سهل التعلم، فليخلط بين فن التلاوة وبين المقامات راح يلاقي حاجز وما راح يتعلم، إن لازم أتعلم على أسلوب التجويد كعبد الباسط عبد الصمد. لا، مو لازم، أنت تعلم المقامات بالأسلوب العادي التدوير، ومنها انطلق بعدين تعلم فنيات يعني التلاوة المركبة. ناخذ كتجربة، أنت كيف تعلمت المقامات؟ كبداية طبعا أنا حاليا مقتنع بأن هناك طريقتين أو دربين إلى تعلم المقامات. الطريقة اللي أنا اتبعتها في البداية كانت بالتقليد، استماع، مثل ما ذكرنا في البداية كنا نشعر بهذه الأحاسيس. بعد أن فالآن تسمع مثلا لما أنا أقرأ، بعد ما استمعت إلى المنشاوي أقول إيه هذه طريقة المنشاوي، بس وإيش هو المقام ما أدري. صحيح، هذا في البداية. أي. بس بعدين بعد ما انفتح لنا الباب وعرفنا هذه المقامات وعرفنا نميز بينها، هني خلاص صار الأمر مباشر، لأن أنا أعرف الإحساس نفسه، فأعرف هذا صبا، هذا حجاز، هذا رست، هذا، فأعرف أميز هذه المقامات من خلال الاستماع والتقليد. هذا أسهل طريق لتعلم المقامات، الاستماع 50%، التطبيق 50%. كيف كنت تسمع قرآن؟ أسمع القراء. لا يعني مثلا ركبت السيارة شغلت قرآن؟ دائما دائما أسمع قبل النوم، أذكر كان عندي شريط كنت متأثر طبعا بالشيخ محمد صديق المنشاوي، أسمع له الكثير. أيه. وكان عندي شريط على أيام الكاسيت قبل لا أنام، كان شريط سورة النحل، دائما دائما أشغله قبل لا أنام. كنت بعد المرحلة الثانية قمت لا أنا أقرأ قبل لا أنام، قبل النوم قبل المدرسة كنت أقرأ بعدين أنام. فالتطبيق والقراءة والاستماع هذا راح ينتج إليك نتيجة جيدة في البداية. بعدها الطريقة الثانية وهي الطريقة يعني الأكاديمية. يعني كأنما أنت عشت مع القرآن. إن شاء الله نكون عشنا مع القرآن، ونتمنى أن نربح مع القرآن. طبعا الطريقة الثانية وهي الطريقة الأكاديمية، هذه توصلنا لها في الأخير بعد اطلاع وكثير ونقاشات مع بعض الأساتذة، وهي بالتعرف على المقامات بصورة أكاديمية عن طريق قبل أن ننتقل إلى الصورة الأكاديمية. وشكرنا الجزيل الأستاذ محمود على هذا اللقاء الجميل، وسنكمل الحوار إن شاء الله بعد الفاصل إن شاء الله، انتظرونا وكونوا معنا. غاز السلام، ترى مو ساكين، أونلاين فاتحين. لا تفوتكم عروضنا المميزة وأجهزتنا اللي تحتاجونها في شهر رمضان المبارك وكل الأجهزة الإلكترونية الأخرى. اطلب أونلاين وانت قاعد في البيت. نستقبل طلباتكم عبر 4 قنوات، وهي الواتساب
الاتصال المباشر تطبيق هوميز، وأيضا على الدايركت بالإنستغرام. غاز السلام خبرة لأكثر من 40 عاما وأكبر موزع مكيفات في البحرين. رمضانكم مميز مع الحلي، حياكم وماكلتكم كلها متوفرة بمكان واحد. عروضنا المغرية متوفرة بكمية ومساحة كبيرة بأسعار مخفضة ومناسبة. تفضلوا بزيارتنا في ركن الفواكه والخضروات المتنوعة، وبعد كمل مشوارك ويانا، عندنا اللحوم والدجاج والأسماك والأجبان وغيرها. لا تتردد وشرفنا بزيارتك علشان تشوف أسعارنا وعروضنا التنافسية. أسواق الساتر، استفيدوا من عروضنا الرمضانية على كافة المواد الغذائية في فروعنا الثلاثة. نوفر لكم اللحوم والدجاج بشكل يومي وبأسعار تنافسية مع كافة المواد التموينية بالجملة والمفرد. ملتزمون بكافة الاحترازات الصحية مع التعقيم المستمر، ونقوم بخدمتكم في فروعنا الثلاثة بني جمرة والكنتري مول والمنطقة الغربية من الساعة 8 صباحا وحتى 6 مساء ومن 8 مساء حتى 2 صباحا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى نحييكم مشاهدينا الأعزاء، أنتم تشاهدون برنامج أخرى ورقة على قناة مأتم المرخ ضمن البث المطول على منصة اليوتيوب. وهذه الليلة ضيفنا العزيز الأستاذ محمود الإسكافي في موضوع المقامات القرآنية، وأخذنا مقدمة لهذه المقامات. الآن خلنا ندخل في صلب الموضوع، المقامات كم عددها وما هي؟ طبعا هناك اختلاف في عدد المقامات، البعض قال انها 7 مقامات، وهو اعتقد انه ربما رأي قديم. الرأي السائد الان انهما 8 مقامات. الرأي الاول كانوا يجمعونهم في عبارة صنع بسحر، والعبارة الثانية صنع بسحرك، فأضافوا مقام على أنه مقام. هذا الاختلاف كان أنه هذا هو مقام فرعي أم مقام أساسي، ولكن أنه على الغالب أن اتخذوا على أنه مقام أساسي. إذا جينا نفصلها من حيث الأحرف هذه، تمام، الصاد إشارة إلى الصبا، تمام، إن الصاد صنع، النون عبارة عن الصبا. يتميز بوش؟ الصبا يتميز بقالب الحزن والشعور بالندم. تعطينا مثال ومفتاح. الآيات الحزينة تقرأ بمقام الصبا. عطنا المثال إليه. طبعا مثل ما ذكرت، كلمة المفتاح أو مفردة المفتاح يجب أن القارئ عشان يتعلم المقامات أن يحفظ له مفاتيح إلى كل مقام تقود الى تفتح له ابواب، تفتح له يعني مثل ما نقول السويتش. الحين اذا انا اعطيتك اياه في 8 مفاتيح انت ما تعرفهم، بس مع شهر كامل راح تتميز كل مفتاح بدون ما تجرب فيه، حتى لو متشابهين. في النهايه بتعرف هذا ترتيبهم وشلون بتميز بينهم وتقدر تميز بينهم. نفس الشيء بالنسبه للمقامات، لانها سماعيه، طبعا العين تميز الوان، 7 الوان الطفل في النهايه بيحفظها. صحيح. الاذن شوي صعبه لان سماع وليس بالنظر. فكذلك احتاج الى مفاتيح مثل ما ذكرت. فاي شيء، مو لازم اني احفظ شيء معين، لا اي شيء، حتى نفسا
نفس مقام الصبا انا اجي الحن عليه مثلا أقول. تمام دخل عليه وصلات إيه يعني خلينا ناخذ مثال يلا. كم مفتاح الى مقام الصبا؟ مقام الصبا ذا مقام حزين، مقام الصبا ذا مقام حزين، مقام الصبا مقام الصبا مقام الصبا هذا حزين. فإذا أجي أطبق بالآيات القرآنية، بسم الله الرحمن الرحيم، إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. هذا هو مقام الصبا. ما شاء الله. نروح للمقام الثاني. صاد صبا صبا نون نهاوند. مقام النهاوند يمتاز بالعطف والحنان، به عاطفة جياشة، يستخدم طبعا هو مقام فرح، يميل إلى الفرح ولكن أيضا في به نسبة من الحزن. لطيف. ممكن نصفه بأنه مقام معتدل، يعني لا هو حزين وسطي لا هو حزين ولا هو مفتاح طبعا هذه هي تفاوت شغلات الحزن والفرح، يعني مو معناته أن أنا ما أقدر أستخدمه في الحزن، حتى الصبا نفسه أقدر أستخدمه ربما في الفرح. ليس شرطا يعني هذا طبعا لها باب. نروح للمثال والمفتاح. مثال على مقام النهاوند. مفتاح اول شيء لو. مفتاح اي مقام النهاوند. مقام النهاوند هذا جميل، مقام النهاوند هذا جميل، مقام النهاوند هذا جميل، مقام النهاوند هذا جميل، مقام النهاوند هذا جميل. روح للمثال. أروح للمثال على نفس التطبيق على نفس الآيات عشان نشعر بالفرق. تمام. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. هذا مقام النهاوند. العين. العين عجم ويمتاز بالقوة، ويقرأ في الآيات اللي فيها عظمة الخالق لإبراز عظمة الخالق جل وعلا. نروح المفتاح. المفتاح إلى مقام العجم. مقام العجم 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 مقام العجم. المثال. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. طبعا يمتاز بالفرح. تمام. الباء. الباء صنع بالباء مقام البيات. تمام. وهو مقام يمتاز بالهدوء والخشوع ويناسب قراءة جميع الآيات القرآنية، وهو من المقامات الجميلة جدا وأوسع المقامات، ويبدأ به ويختم به عادة. تمام. بعض القراء. مقام البيات مقام البيات مقام البيات مقام البيات مقام البيات. هذا مقام البيات. مثال. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. هذا هو مقام البيات. السين. السين مقام السيقة.
مقام فرح، وهو أعلى مقام في نسبة الفرح، ومشهور. أنا ما بجيب السيقة بالش اسمه بالاسم، راح أجيب البيت اللي عادة نشتهر به، مقام السيقة كمفتاح. مقام السيقة مشهور ب طالع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. الله الله. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. هذا هو مقام السيقة، وهو مشهور في عندنا بالمجتمع بقراءة المواليد بالضبط. بهذا المقام، هذا في الحديث لما يقرون يقرون ب لو شلون الحديث، وحتى الخطيب أحيانا إذا جاب المولد يقرأ به، يكون بمقام تمام الحاء غالبا. يعني مقام الحاء هو مقام الحجاز. مقام الحجاز أيضا يمتاز بطابع حزين، ولكن بأسلوب مختلف عن مقام الصبا. مقام الصبا قلنا أنه مقام حزين، يعني اثنين هم مقامين حزينين، اثنين مقامين حزينين، ولكن بالإضافة للنهاوند مختلط، النهاوند وسطي، وسطي نقول أكثر نفسه مثل البيات أحيان حاليا اللي ذكرناهم. اثنين معتدل، اثنين حزين. معتدلين، اثنين حزينين، وواحد شو اسمه. تمام، نروح للحجاز. الحجاز المثال، المثال قبل المثال قلنا المفتاح، مفتاح ما أخذنا مفتاح. أي مقام الحجاز، مقام الحجاز، مقام الحجاز، مقام الحجاز، مقام الحجاز، مقام الحجاز. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. كذلك هذا المقام هو مشهور أيضا في أيام الوفيات، يستخدم كذلك كثير. يستخدم في نعم. له الخطباء يستخدمه حتى في الأذان، في الأذان كثيرا. نقدر نأخذ الأذان كمفتاح. أي. الله أكبر الله لا إله إلا الله. الراء، الراء هو مقام الرست، من مقامات القوية مثل العجم، ويستخدم كذلك في مواضع الفرح مثل السيقة. لطيف. المفتاح ويستخدم في الآيات التشريعية والقصصية. مفتاحها مقام الرست يهل الفرح، مقام الرست يهل الفرح. طبعا كثير من المفاتيح موجودة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذا مثال مشهور في الختم كذلك، هذا مقام الرست. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. لطيف، ما شاء الله ما شاء هذا الله. هذا بمقام الراء. والكاف، طبعا الكاف هو المقام اللي كان مختلف فيه، أنه الكرد. مقام الكرد، هل هو فرع من البيات؟ ناخذ مثال مباشرة، مثال على مقام الكرد. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. ما شاء الله ما شاء الله. نشكر الأستاذ محمود على هذه الإطلالة النغمية الجميلة الروحية والتي تناسب شهر رمضان. قبل أن نذهب إلى اتصالاتكم، فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
السلام ترموز كين أونلاين فاتحين. لا تفوتكم عروضنا المميزة وأجهزتنا اللي تحتاجونها في شهر رمضان المبارك وكل الأجهزة الإلكترونية الأخرى. اطلب أونلاين وانت قاعد في البيت. نستقبل طلباتكم عبر أربع قنوات، وهي الواتساب للاتصال المباشر، تطبيق هوميز، وأيضا على الدايركت بالإنستغرام. غاز السلام خبرة لأكثر من 40 عاما وأكبر موزع مكيفات في البحرين. رمضانكم مميز مع الحلي، حياكم وماجلتكم كلها متوفرة بمكان واحد. عروضنا المغرية متوفرة بكمية ومساحة كبيرة بأسعار مخفضة ومناسبة. تفضلوا بزيارتنا في ركن الفواكه والخضروات المتنوعة، وبعد كمل مشوارك ويانا. عندنا اللحوم والدجاج والأسماك والأجبان وغيرها. لا تتردد وشرفنا بزيارتك علشان تشوف أسعارنا وعروضنا التنافسية. أسواق الساتر، استفيدوا من عروضنا الرمضانية على كافة المواد الغذائية في فروعنا الثلاثة. نوفر لكم اللحوم والدجاج بشكل يومي وبأسعار تنافسية مع كافة المواد التموينية بالجملة والمفرد. ملتزمون بكافة الاحترازات الصحية مع التعقيم المستمر، ونقوم بخدمتكم في فروعنا الثلاثة بني جمرة والكنتري مول والمنطقة الغربية من الساعة 8 صباحا وحتى 6 مساء ومن 8 مساء حتى 2 صباحا. نرحب بكم مجددا في برنامجكم اقرأ ورقة. يمكنكم عرض تلاواتكم الآن على الرقم الظاهر أسفل الشاشة. وقبل أن نأخذ أول اتصال، نرجع مرة ثانية إلى موضوعنا بعد أن انتهينا من تمييز المقامات وأمثلتها ومفاتيحها. كيف يمكن أن أميز بين المقامات؟ أنت قلت الآن شيء يعني الكثير من الناس يحسون أنه متقارب. صحيح، مثل ما ذكرت لك المفاتيح. بالمفاتيح، مثال المفاتيح اللي ذكرتها في البداية. أي. أنت في البداية ما بتقدر تميز، بتميز بين 8 مفاتيح. أي. تحتاج أنك تحفظها، يعتمد عليك تحفظها خلال سنة، خلال شهر، خلال أسبوع، يعتمد على الشخص نفسه. فأنت تحفظ مفاتيح المقامات وبعدين أنت تجي تقارن. تمام. ومنها تعرف، هذه طبعا بالطريقة العادية يعني. يعني من خلال المفاتيح بالإمكان أن أنا أتميز بين المقامات، بس بشرط انك تحفظ المفاتيح للمقامات بشكل جيد، وبعدين اي شيء تسمعه تجي تقارنه بهذين المفاتيح. في البدايه بتاخذ وقت وانت تقارن، بس بعدين طريقه المقارنه بتكون واجد اقل. يعني لابد انه يكون عندك سمع مرهف. صحيح، الاذن، لازم يكون عندك اذن سماعيه وتغذيها بحيث ان انت صحيح. تقدر من تسمع من شكلها. قلت لنا في البدايه بان الاستماع 50% والتطبيق 50%. الاستماع ضروري، البعض يبي يطبق بس ما يسمع، لازم يسمع، لازم في البداية يحاكي قراء معينين، هذا كبداية، بعدين يقدر يتخذ إليه أسلوب خاص ومنهج خاص في التلاوة، لكن في البداية يحتاج أي واحد إلى الاستماع
والتقليد حتى البحث يعني يعني البعض يقول حتى إذا تنحنح القارئ تنحنح وياه عشان إنه يكون تأخذ التجربة بالكامل. إيه لاحظ فيه يعني أمثلة كثيرة يعني من القراء يقلدون إلى هذه الدرجة يعني. يمكن يقلد حتى الحركات بعد وقلد إيش اسمه مثل ما قلت نحن الحركات وبكل شيء والله أكبر ولا إله إلا الله وما أدري شنو كامل. ما يخليش هي اللي أخذ فترة طويلة لما قدرت إن أنت يعني تحس إن هضمت المقامات. أنا يمكن في البداية أهملت يعني عرفتها بس ما تعلمتها بشكل سريع، لكن شفت أن أحد أصدقائي تعلمها وقام ينافس فحبيت أن أنافسه وأدخل إياه وفي ذلك فليتنافس المتنافس. نأخذ أول اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الاسم والمنطقة؟ جعفر طاهر الناصر. ما شاء الله الأخ جعفر طاهر. تقرأ من وين أخونا جعفر؟ ما أدري يعني لم تعطونا يا ناسبكم. خوفنا أنه يصير أنت أستاذ بعد خلاص. لا المثال لك أنه نطبق. مبارك عليك. صفحة كم؟ صفحة 583. 583 مبارك عليك الشهر كذلك، الله يحفظك إن شاء الله. صفحة 583 من سورة النبأ. إن للمتقين. عاد اقرأ لنا بالمقام. ده انت استاذ مقامات استاذ محمود موجود هناك. بالعكس استاذ جعفر انت ايضا استاذ يعني. يلا تفضل استاذ قدير. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يطير الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. أحسنت أخ جعفر جزاك الله خير الجزاء. طول الله عمرك ملاحظاتك من ناحية المقامات من ناحية المقامات. طبعا الأخ جعفر قرأ بمقام البيات وارتفع بالبيات إلى النهاوند. طبعا هذه في الدراسة المتقدمة عشان نفتح باب للمشاهدين، لأن إذا ارتفع القارئ في البيات يروح نهاوند. سلم البيات عبارة عن بيات ونهاوند. فالأخ جعفر عندما بدأ بالبيات وارتفع بالبيات إلى النهاوند، لكن لم يرجع للبيات، استقر على النهاوند. احنا قاطعناه. لا ما قاطعناه، وإنما من البداية يعني من بعد ولك جزاء من ربك استقل إلى يعني إذا نزل بينزل على البيات المفروض، ولكن هو استقر على النهاوند الموجود في سلم البيات. فاستقرت تلاوته على النهاوند في الأخير، فكانت بيات سلم البيات، ولكن سمعنا منها البيات والنهاوند. في عندك ملاحظات ثانية؟ طبعا بس ملاحظة بسيطة في بالنسبة إلى التجويد، بالنسبة إلى كواعب أعتقد أن لم يلتفت لها الأخ جعفر. كوا المفروض تكون كوا بتكون مرققة وليست مفخمة،
كواعب أترابا، لأن اللهجة أحيانا تغلب فيصير بعض الأخطاء مثل هذه. نأخذ الاتصال الثاني. السلام عليكم. عليكم السلام. الاسم والمنطقة عزيزي. ميرزا يوسف من المرخ. ميرزا يوسف من المرخ. وين تحب تقرأ؟ ما أدري، براحتكم. عنوان بدي اختار لنا عنوان. سورة يونس. سورة يونس صفحة كم؟ 280 ابتداء من الآية. يلا تفضل اقرأ. استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. أحسنت، جزاك الله خير يا أخ ميرزا، واجعل الله إن شاء الله القرآن شفيعك يوم القيامة. ملاحظاتك. طيب الله أنفاسك أخ ميرزا، صوت جميل، صوت عذب طبعا، وكان طبق مقام الرست بالكامل. لم ينوع، بدأ به وانتهى به. طبعا قراءة الترتيل السريعة عادي، هذا الأمر ما في مشكلة. في ملاحظات في طبعا تلاوته جميلة، ولكن كانت تخلو من الأحكام التجويدية غالبا على الغالب، يعني يحتاج إلى دورة تجويد ولو خفيفة في الذكر الحكلي أي مكان عشان بالعكس هذه التلاوة الجميلة تكون متقنة أكثر ويكون نور على نور. نور على نور. نعم. جزاك الله خير الجزاء أخ ميرزا، ونروح للاتصال الثالث. السلام عليكم. تمام. أستاذ محمود، الآن إحنا بالنسبة إلى اللي هي القراءات أو ما دخلت في له القراءات العشر. لم أدخل هذا المجال لحد الآن. تمام. ظهر جهز اتصالنا الثالث. السلام عليكم. السلام عليكم. ظهر للحين الحمد لله. انقطع الاتصال. فالقراءات السابع والقراءات العاشرة، اتذكر استاذ احمد فردان الله يرحمه دخلوا في دراسات للقراءات العشر طبعا فترة طويلة ولم يعني يكملوها، وهذا العلم قليل اللي أخذ شهادة من الشهادات في البحرين في صحيح. هذا العلم خير مثال سيدنا السيد أيوب موجود عندنا. نعم. أخذ هذه الرواية. أخذ هذا الرواية. نعم. وهو مدرس قدير لطيف ونادرا يعني نادراً الموجودين من النادر. حتى أذكر أحنا في أحد المناسبات قرأ السيد وشكى لي أحد الإخوان بأن خلوا قارئ ما يجيد القراءة وكل أحكام مخربطنا فوق تحت. إيه يعني قلت لهم من القارئ؟ فقالوا لي السيد أيوب.
قلت لهم السيد أيوب معناته أنتون اللي ما تدرون إيش قاعد يقول. لأنه أنا أعرف أنه قارئ قدير وعارف القراءات العشر، فقلت لهم 100% كان يقرأ بالقراءات، وفعلا استمعت إلى القراءة وكان يقرأ بالقراءات العشر. لطيف جزاك الله خير. نروح إلى الاتصال الثالث، جهز الظاهر عندنا. السلام عليكم. عليكم السلام. الاسم والمنطقة. سيد محمد من منطقة المرخ. سيد محمد من المرخ. سيد حسين. أحمد. سيد حسين. سيد أحمد. اي نعم. ما شاء الله، الله يعطيك العافية، مبارك عليك الشهر سيدنا العزيز. علينا وعليك. والله يعطيك العافية سيد حسين. العافية. طبعا له فضل كبير في خدمة الإمام الحسين في المأتم. الله يعطيك الصحة والعافية سيدنا العزيز. الله يعافيك حبيبي. وذو صوت عذب وجميل ورادود كذلك في العزاء. لطيف لطيف. سيد حسين من أين تحب أن تبدأ عزيزي؟ والله من سورة البينة. سورة البينة صفحة كم؟ 598. 568. 98. تمام، تفضل بدأ. أعوذ بالله من الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين حتى تأتيهم البينة. مرة ثانية سيد حسين. طبعا هذه مو مقبولة القراءة، يعني صوتك عذب ويعني قراءتك سريعة ما بتخلينا ان احنا نستمتع بالقراءة. الشيء الثاني، حتى تأتيهم البينة. تأتيهم ايه منفكين، ابدأ من مفكين واقرأ على راحتك علشان نميز المقام ونتذوق القراءة. منفكين ايه منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مكرمة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة. أحسنت يا سيد حسين وجزاك الله خير، وجعل القرآن شفيعك يوم القيامة إن شاء الله. رحم الله والديك وأطال الله في عمرك. ملاحظاتك أستاذنا. أحسنتم سيدنا، طبعا فعلا تلاوة جميلة، ونأسف للأسف أن الصوت لم يكن بس جيدا، يعني ولكن واضح أن كان المقام هو مقام البيات، مقام البيات، ولذلك قلت أن في البداية أن مقام البيات من المقامات الجميلة والواسعة جدا. وطبق الأخ السيد مقام البيات بحذافيره. لطيف، ونقدر يعني نقول ان مقام البيات اشبه باللون الابيض في الثوب. ممكن مثال جميل، انه هو مرغوب دائما، يعني انه المقام البيات مقام نقاء، مقام جميل جدا. مثل ما ذكرت انه كل القران الكريم استطيع ان اقراه بمقام البيات ويتناسب مع جميع الايات، ودائما يقرا به كما دائما تلبس الثوب بالبياض ونادرا. نعم. ما تلبس بالوان لانه الثانية. كذلك يطرب الاذن كثيرا ما شاء الله. البيات. نعم لطيف. نعم. زين خلنا ناخذ مثال، نرجع إليك مرة ثانية. إنا أنزلناه في ليلة القدر. نعم. نقدر إن احنا ناخذها من عدة مقامات، ننتقل من مقام لمقام مباشرة؟ يعني حتى لو مقامين ثلاثة. الآية نفسها؟ اي اللي هي القدر، سورة القدر. تفضل. سورة كاملة. اي اقراها بأي مقام؟ نبدأ بالبيات. بالبيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر
وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. طبعا أنت بدأت وانتهيت بالبيات. نعم ما غيرت في المقام. هذا مقام واحد. مشكور السابق. ناخذ الاتصال الرابع. السلام عليكم. عليكم السلام. الاسم والمنطقة. محمد عادل. محمد عادل. محمد عادل من وين؟ من عراد. من عراد ما شاء الله. أهلا بأهل عراد. أهلا بتاريخ البحرين. الله يعطيكم العافية. الله يخليك. ومن أين تريد أن تبدأ عزيزي؟ نبدأ من سورة ياسين. صفحة كم؟ 877. 800 كم؟ معقول؟ 877. لا الصفحة 400. ما أعرف لأن يمكن 440. صفحة 440 سورة ياسين من بدايتها. إيه نعم. تمام تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم مرة ثانية مرة ثانية محمد مرة ثانية والقرآن والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم مرة ثانية تنزيل العزيز الرحيم الفتحة والكسرة لو تظهر بشكل أفضل تنزيل العزيز الرحيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون أحسنت أخ محمد جزاك الله خير وطول الله عمرك وجعل القرآن شفيعك يوم القيامة ملاحظاتك أستاذ محمود الأخ محمد قرأ بمقام ما يقارب إلى الرست لم يكن هناك استقرار على سلم الرست بشكل جيد ولكن أقرب إلى الرست في البداية ولكن بعد المقاطعات انتقل إلى مقام البيات لطيف طبعا أنصحه وأنصح الآخرين وأنصح نفسي كذلك بالاستماع إلى القراء كيف يلفظون الكلمات القرآنية تشكيل الحركات لكي لا يكون هناك أي أخطاء جلية أثناء التلاوة لطيف طبعا في قد يكون في الأخطاء التي وردت البعض يورد الحركة نصفها بعضهم يورد ربعها بعضهم يوردها مشوبة بحركة أخرى وهذا هني الخلل يعني الخطأ اللي حصل يعني ما كانت واضحة الفتحة والكسرة في الكلمة اللي هي تنزيل العزيز الرحيم صحيح. فكان يحتاج توضيح أكثر في يجب تحقيق الحركة بالكامل البعض يعني نعم نفس ما ذكرت تكون حركة مجهولة تكون أ وليست إي بالضبط فالإي مختلفة عن إي فيجب تحقيق الكسرة خصوصا في ألاحظ القراء في الكسرة يكون التحقيق فيها ضعيف بالضبط وتحتاج أشد نعم. نروح للاتصال الخامس السلام عليكم عليكم السلام الاسم والمنطقة عزيزي سيد محمد عمار من الأمان يا هلا بيك
من وين تحب تقرأ؟ جزء 30 سورة النبأ. سورة النبأ من البداية؟ يلا تفضل سيد محمد، استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. أحسنت سيد محمد، جزاك الله خير، الله يطول عمرك إن شاء الله. سيد قرأ بمقام البيات، واضح مقام البيات. نعم. في ملاحظات في القراءة؟ للأسف أن الصوت لم يكن جيدا فلم أستمع بشكل جيد خصوصا بالنسبة إلى الأحكام، ولكن واضح أن صوته جميل يحتاج إلى تنميته والاستماع. هذه نصيحتي إلى الجميع بأن الاستماع إلى أحد القراء والتطبيق والمحاكاة راح يتعلمون هذه المقامات بشكل جيد. طبعا السيد يحتاج، وهذه نصيحة ثانية، أن أنا أعرف المقامات ما أبدأ دائما نفس البدايات ونفس النهايات، أحتاج أني أتنوع في أدائي إلى المقام نفسه عشان الأذن لا تنعس. حتى صحيح. الأذن وهذه تنعس. مثل الطبقات الصوتية. صحيح. أنه أحتاج أني أتنوع في الطبقات، أحتاج أتنوع في أسلوبي في تنغيمي في إلى المقام نفسه، فهذا يجعل المستمعين أكثر انجذابا إلى التلاوة. لطيف. طبعا أنا يمكن لاحظت ملاحظة وما أدري هل هي بسبب الخلل في الصوت، لكن لطيف أن إحنا يعني نوردها إلى المستمعين والمشاهدين. البعض قد يلفظ حرف الجيم تشيم، يقول وجعلنا وجعلنا، فالجيم هذه مو عربية، قد تكون في عند الفارسية صحيحة لكن باللغة العربية غير صحيحة، خصوصا أن مخرج الجيم والياء والشين مخرج واحد وهي من وسط اللسان أو ما يسمى بشجر اللسان. بالضبط. فيجب مراعاة الجيم والتفريق بينها وبين الشين. بالضبط. الجيم والشين من نفس المخرج. هذا من جهة. من جهة ثانية حرفين اللام والنون يحصل فيهم بعض الأحيان إضغام، والسبب في مثل ما قلت له قرب المخرج. صحيح. وأنزلنا أو صحيح. أنزلناه، يقول أنزلناه لا أنزلناه. صحيح. أول شيء طلع مخرج اللام وبعدين روح إلى مخرج النون. صحيح. الحديث شيق معك أستاذ محمود. الله يحفظكم. صراحة هذه الدقائق مضت سريعا، ونحن في هذا العلم القرآني الجميل نشكر أستاذ محمود شكرا جزيلا، وله الثناء الكبير على هذا الحضور الجميل في قناة مأتم المرخ ضمن البث المطول على منصة اليوتيوب، وفي أمان الله. Yeah.